السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن البوابات المنطقية Digital Logic Gate. حيث في البداية سوف نتطرق إلى مقدمة عن هذه البوابات وتفسير هذه البوابات من الناحية النظرية Theory، كذلك أيضا إجراء تجربة عملية، وأيضا نلاحظ التطبيقات المستخدمة بشكل واقعي لهذه البوابات المنطقية. البوابات المنطقية من خلال هذا الشكل سوف نلاحظ الأرقام العشرية والأرقام الثنائية المستخدمة في الدوائر الإلكترونية. نلاحظ من خلال هذا الشكل، الشكل الأمامي للوحة مختبرية برايت بورد، نلاحظ من خلال التوصيل التيار إلى هذه اللوحة، ونلاحظ عندما تكون اللوجيك المنطقية هنا الدائرة المنطقية، عندما تكون الإشارة صفر صفر فإنه سوف لا يمر تيار خلال هذه اللوحة، وبالتالي نلاحظ بأنه الليد الموجود، هذا الليد المصباح الليد سوف لن يتوهج، وفي حالة أنه الدائرة المنطقية تساوي رقم واحد بمعنى أنه سوف يمر التيار، وبالتالي نلاحظ بأنه المصباح الذي سوف يتوهج. أساسيات الدوائر المنطقية، أساسيات العمل، هنالك ثلاث دوائر أو بوابات منطقية أساسية، هي النوع الأند والأور والنوت. الشكل العام لهذه البوابات، هذه المعادلة هي Z تساوي X في Y، وZ تساوي X زائد Y، والنوت تساوي Z تساوي معكوس الY، أي بمعنى أنه هذه الدائرة هي تمثل البوابة المنطقية الأساسية من نوع الأند، حيث نلاحظ هنالك مدخلين الـ X والـ Y ومخرج واحد هو الـ Z، وهذا الشكل يمثل شكل البوابة، وتسمى هذه البوابة ببوابة الضرب، حيث أن المخرج الـ Z الـ Output المعادلة الخاصة به تساوي الـ Z تساوي المضروب المدخلين أي الـ X في الـ Y. أما الدائرة الأخرى هي تمثل دائرة الأور، حيث أن المخرج يساوي Z يساوي مجموع المدخلين أي الـ X زائدا الـ Y. هذا الشكل العام للدائرة، الدائرة الخاصة بالبوابة المنطقية الأساسية، حيث نلاحظ هذا الشكل هو شكل البوابة، تتكون كما أسلفنا من مدخلين الـ X والـ Y ومخرج واحد هو الـ Z. النوع الثالث هو النوت، حيث نلاحظ بأنها تحتوي على مدخل واحد ومخرج واحد، وهذه المعادلة الخاصة بهذه البوابة. من الناحية النظرية لعمل هذه البوابة ومكونات هذه البوابة، نلاحظ بأنه هذا الشكل كما أسلفنا يمثل بوابة الأند جيت، أيضا نلاحظ بأنها تحتوي على مدخلين الـ X والـ Y ومخرج واحد هو الـ Z. المعادلة الخاصة بالدائرة المنطقية الـ Z تساوي الـ X في الـ Y، وهي أو تساوي الـ Z تساوي الـ X في الـ Y. هذا الجدول الخاص بالعمل، حيث نلاحظ في هذا الجدول
بأنه المداخل الـ X والـ Y سوف تكون الأعداد الثنائية 0011 0101. المخرج لحساب المخرج output Z، بما أنه هذه النوع من البوابات هي الآن، إذن هي بوابة الضرب. 0 في 0 سوف يكون الزد 0، 0 في 1 سوف يكون 0، 1 في 0 سوف تكون القيمة 0، 1 في 1 سوف تكون القيمة 1. أي بمعنى عند هذه القيمة الأولى عندما يكون 0 فإنه التيار سوف لن يمر، أيضا 0 لن يمر، وفي حالة 1 سوف يمر التيار، أو يسمى بالجهد المنخفض، والواحد يسمى بالجهد العالي. النوع الآخر هي البوابة OR gate. نلاحظ بأنه هذا الشكل هو يمثل شكل البوابة، تتكون من مدخل أيضا مدخلين الـ X والـ Y ومخرج واحد Z. هذه البوابة تسمى ببوابة الجمع، حيث لحساب المخرج يتم جمع المدخلين الـ X زائدا الواي. الجدول الخاص بعمل هذه البوابة نلاحظ بأنه لحساب المخرج نلاحظ بأنه المدخلين 0 و 0 مجموعة سوف يكون يساوي 0، 0 و 1 سوف يكون 1، 1 و 0 سوف يكون 1، و 1 مع 1 سوف يكون 1. هذا بالنسبة إلى النوع الثاني من البوابات المنطقية الرئيسية. النوع الثالث هو بوابة النوت. نلاحظ أنها تحتوي على مدخل واحد ومخرج واحد. هذا يمثل القانون الخاص بالبوابة، الزيت يساوي معكوس الوار، أي من خلال هذا الجدول نلاحظ عندما يكون المدخل 0 المخرج سوف يكون معكوس له 1. أيضا هنالك مجموعة أخرى من البوابات تسمى بالبوابات ذات المستوى الثاني، من ضمنها الـ XOR والـ NAND والـ NOR والإكس أور. هذه الأشكال تمثل البوابات الرئيسية الثلاثة. أما هذه البقية، هذه البوابات تكون البوابات ذات المستوى الثاني التي تكون عبارة عن دمج ما بين البوابات. يمكن أن نقوم بإجراء تجربة عملية حول عمل هذه البوابات من خلال هذه الشرائح الموجودة أمامي. نلاحظ بأن هنالك هذه البوابات تمثل مجموعة، هذه الشرائح عفوا تمثل مجموعة من البوابات، منها بوابة النفي وبوابة الآن وأيضا بوابة الأور. نلاحظ هذه الشريحة اللي أمامي، شريحة إلكترونية تحتوي على مجموعة من البنات، مجموعة من المداخل ما يقارب 14 بن حسب نوع الشرائح، قد تكون أقل أو أكثر. نلاحظ بأنه هذه الشرائح، هذه الشريحة اللي أمامي بها تسلسل من البنات، ونلاحظ بأنه رقم 7 هو يكون خاص بالتوصيل الأرضي، ورقم 14 يكون خاص بالفولتية. وعند النظر إلى داخل هذه الشريحة نلاحظ أمامنا البوابة المنطقية من النوع الآن، حيث نلاحظ عندما يكون البن عند نقطة 1 و2 و3 نلاحظ بأن هذه البوابة تحتوي على مدخلين
واحد اثنين ومخرج واحد هو ثلاثة. أيضا بالنسبة إلى بقية البوابة، الشكل الأمامي يمثل المخطط العملي لعمل البوابة المنطقية، أي بمعنى أنه لإجراء التجربة العملية ولفحص ومعرفة عمل البوابة المنطقية من النوع. الآن نلاحظ أمامنا هذا المخطط الذي يتكون من دائرة الباور سبلاي، دائرة القدرة، من يتكون؟ يتكون من البطارية والتوصيلات والطرف الأرضي، وأيضا نلاحظ أنه هنالك الدائرة تيست سيركت، أي أنه دائرة الاختبار التي تمثل البوابة من النوع الأنت. نلاحظ هذه البوابة تحتوي على مدخلين، هو مدخل X الانبوت والواي انبوت، ومخرج واحد وهو الاوتبوت هو Z. وكما ذكرنا قبل قليل بأنه المدخل هو سوف يكون رقم 1 و2، والمخرج سوف يكون رقم 3. أيضا هذا المخطط أيضا نلاحظ بأنه توجد ثلاثة مقاومات R2 و R3، كذلك أيضا مجموعة من المصابيح الخاصة بالتجربة LED رقم 1 و2 وLED رقم 3. هذه المصابيح اثنان تكون تمثل المداخل، ومصباح الثالث هو يمثل المصباح المخرج. هذا الشكل الأمامي، هذا يمثل العلبة الخاصة بالأسلاك، هذا يمثل اللوحة. هنا أيضا الأجزاء الخاصة بعملية الكونتاكتر والريجوليتر، هذا المنظم. هذه المصابيح الليد، ثلاث مصابيح، بطارية والشريحة الانتجريت، والمقاومات المستخدمة، ثلاث مقاومات. هذا اللوح الأمامي هو اللوح المختبري البريد بورد. هذا البريد بورد عبارة عن لوح بلاستيكي كما مبين أمامنا، يحتوي على مجموعة من نقاط التوصيل. هذه النقاط أما تكون على يعني مرتبة بشكل أما بشكل صفوف أو بشكل صف أما بشكل صفوف أو بشكل أعمدة، لها فائدة مهمة وهي إجراء التجارب الإلكترونية المؤقتة. نلاحظ بأنه سوف يتم توصيل مصدر الباور سبلاي كما موضح في الخريطة، وأيضا يتم توصيل الدائرة أو الشريحة الإلكترونية. ايضا سوف يتم ربط اللوحة كما موضح بالخريطة الخاصة. ايضا نلاحظ بانه سوف يتم ربط المصابيح اللدات، هذه اللدات عدد 2 تكون خاصة بالمدخل، ولد عدد 1 خاصة بالمخرج. وايضا نلاحظ ربط 3 مقاومات، هذه المقاومات الثلاث. لتطبيق العملي نقوم بتوصيل البطارية لضمان مرور التيار، وكما تعلمنا في المحاضرة والجداول الخاصة بالبوابات، نلاحظ عندما يكون المدخل عبارة عن 0 0 سوف يكون المخرج 0، أي أنه سوف لن يمر التيار، وبالتالي سوف لن يؤدي إلى توهج المصابيح المصباح المخرج. وعندما يكون النوع الثاني، عندما تكون الـ X 0 والواي متوهج، فإنه المخرج سوف يكون أيضا غير متوهج، أي يساوي 0.
لأنه عند ضرب الصفر في الواحد يكون صفر. أيضا عندما يكون الـ x متوهج أيضا لن يعبر، وعندما يكون الـ x والـ y متوهجتان كما مبين أمامي. هذا عندما يكون x متوهج زد سوف يكون غير متوهج، وعندما يكون ال x وال y واحد واحد متوهجتان فسوف يكون الزد عبارة عن واحد. أي سوف نتعلم من هذه التجربة عندما يكون المدخل رقم واحد أي يسمح بمرور التيار في حالة المدخل الأول وفي حالة المدخل الثاني يؤدي إلى أنه الأوتبوت سوف يكون متوهج أي يعمل على أمرار التيار. هذا كمثال بسيط لعمل هذه البوابات المنطقية. أيضا سوف نتطرق إلى النوع الثاني من البوابات الخاصة بما يسمى بالأور، حيث نلاحظ أيضا تحتوي على مجموعة من البنات. نلاحظ بأن هذه البوابة تحتوي على مدخلين ومخرج واحد. هذا الشكل الأمامي يمثل المخطط لعمل التجربة، حيث نلاحظ بأن هذا الشكل يمثل الباور سبلاي من ناحية الربط للبطارية. هذا الجزء يمثل التيست سيركت أي التجربة سوف تكون على هذا الجزء، البوابة من نوع الأور حيث تحتوي على مدخلين الـ X والـ Y أي نقطة واحد واثنين، وتحتوي على مخرج واحد وهو Z نقطة رقم ثلاث. أيضا تحتوي على ثلاث مقاومات وثلاث مصابيح. الفائدة من وجود المصابيح هو أنه نبين عملية مرور التيار من خلال البوابة. سوف نقوم بتغيير هذه الشريحة بالشريحة الثانية التي تحتوي على البوابات المنطقية من نوع الأور، وعندما يتم توصيل التيار نلاحظ بأن هذه البوابة تسمى بالأور جيت أو بوابة الجمع. عندما يكون المدخل صفر وال المدخل الثاني أيضا صفر فسوف يكون المخرج عبارة عن صفر أي لا يعمل على أمرار التيار، بينما عندما يكون أحد المداخل يساوي واحد فإنه يعمل على أمرار التيار. أيضا عندما يكون أحد المداخل واحد يعمل على أمرار التيار، وبالتالي أيضا عندما يكون المدخلين واحد أيضا يعمل على أمرار التيار وتوهج المصابيح. هذا المصباح يمثل X والواي أي المداخل، هذا المصباح يمثل الزيت المخرج. نلاحظ عندما يكون الX صفر والواي واحد فإن الزيت تساوي واحد كما بين في هذا الجدول. عندما يكون المدخل X يساوي واحد والواي يساوي صفر فإن الزد أيضا سوف يكون مساوي إلى الواحد، وعندما يكون المصباحين الـ X واحد والواي واحد سوف يكون الزد واحد، وبالتالي سوف يمر التيار. النوع الثالث من المنطقية بوابات المنطقية هو النوع النوت، حيث نلاحظ بأن هذه الشريحة الأمامي تحتوي على مجموعة من البن، ونلاحظ بأنها تحتوي هذه البوابة المنطقية على مدخل واحد ومخرج واحد، مدخل ومخرج واحد. يمكن تمثيلها من خلال المخطط اللي أمامي. هذا المخطط اللي يتكون من دائرة القدرة، وهذا يمثل البوابة المنطقية من النوع النود. نلاحظ تحتوي على مدخل واحد ومخرج واحد. أيضا نلاحظ عندي مقاومتين، مقاومة في هذا الطرف ومقاومة في الطرف الخروج،
وأيضا نلاحظ بأنه يحتوي على مصباحين، مصباح ليد ومصباح ليد آخر الخاص بالمخرج. أيضا نلاحظ بأنه يتم إجراء التوصيلات وحسب المخطط الذي تم توضيحه قبل القليل، حيث يتم ربط المقاومات ويتم ربط دائرة الباور سبلاي وأيضا المصابيح. هذا المصباح الخاص بالمدخل، المصباح الخاص بالمخرج. نلاحظ عندما يكون المدخل صفر فسوف يكون المخرج معاكس له، سوف يكون متوهج. صفر سوف يكون واحد، وعندما يكون واحد سوف يكون المخرج عبارة عن صفر. هذا يمثل كمخطط وتجربة لمعرفة عمل البوابات المنطقية وكيف تعمل هذه البوابات. هذه الشرائح التي تم ذكرها تمثل البوابات الخاصة بالنوت والآند والأور. هناك أشكال كثيرة ومخططات تمثل البوابات كما مبين أمامي. قد تكون هذه البوابات هي عبارة عن مدمج بين البوابات، كان يكون بوابة النور والآند أو الأور وهكذا. اللي أمامي يمثل فد مخطط أو تطبيق لعمل هذه البوابات، حيث نلاحظ هنالك مجموعة من الطرق. الطرق هذه مجموعة من الطرق الخاصة بسير المركبات. أيضا نلاحظ يوجد في هذه الطرق عبارة عن مصابيح الخاصة بالإشارة تريفيك لايت. نلاحظ بأنه تنظيم عملية السير المركبات باتجاه واتجاه آخر. هذا الاتجاه كان اتجاه نحو الأمام أو اتجاه نحو الاتجاه المعاكس. أيضا نلاحظ هذا الشكل هو يمثل أيضا مدمج ما بين البوابات الثلاث.